شادي ما سمعتلاش تاع الضوفه هذه، مين جبتها عمر؟ اوليك عليك يا عمر عالمي انت يا فاتمي كانتاري. يا ربي ايطاليانو فيرو باش تفهم الفيديو في ستوري الاول. الى المتتبعين والمتتبعات، كي تكون في لومباسار تاع الطليان حكايه باب. صح قلت ما نحبش فرنسا، بصح ما قلتش ما نحبش الطليان باش نتفاهموا. يا اخو قلت ما نحبش فرنسا انا، صح الطليان لا لا شوفوا نقراو على لي غنى لا شاتامي كانتاري هذا ماشي هذا والله ما على بالي. المهم تبعونا ليكيب. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وصحتكم لاباس. بو خاوتنا لي حايب يتعلم اللغه الايطاليه ولا الثقافه الايطاليه ولا المنحه الايطاليه باش يتبع الفيديو الجاي لي كيب، اجرنا واجركم الله. احنا ما نحبوش فرنسا بصح ايطاليا نحبوها. وي لي كيب ما قدرتش ندير كلش في لي ستوري بيسك لي ستوري جو بزاف، الور درتو في فيديو واحد، ادخلوا الفيديو تعرفوا كلش. الور هكذايا باش بلي قرب بلي ما قراش، ان شاء الله نكونوا في الخير على ان شاء الله يا ربي. القنطه ديني لاروش القهوة الحقانية. ليك الحقانية. شوف فريد راح نجيب لك كارطونة قا هكذا، كارطونة هكذا شحال تساوم خير من الماشينة تاعك فريد. المهم كما قال الشاعر الكبير ديجي رفيق القنطة. ليكيب سلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وصحتكم بيا. فوق خاوتنا الطون لقيت حاجه انايا مليحه تفيد، ماذا بيا نبارطاجيها مع كاع الناس باش الناس تعرف رانا في المعهد الثقافي الايطالي تابع للسفاره الايطاليه. فوق خاوتنا مجموعة حاجات تتعلق باللغه الايطاليه، اللي يحب يقرا اللغه الايطاليه، اللي يحب يتعلم العادات والتقاليد تاعهم تاع ايطاليا تاع الطليان، اللي يحب اي حاجه زعما متعلقه بايطاليا، خوتي هادوما راهم تحت امركم انتوما. بو خوتنا على كاع الناس، لكاع الناس ما كاش زعما واحد قرا واحد ما قراش، ماشي لازم، وكاين فيها منح ملاح ثاني سورتو الناس اللي قرات زيتيدي والناس اللي قرات. كاين اللي قرا عنده تبدا من 1600، واللي ما قراش تبدا من 18، اللي عندهم اللي مازالوا يقراو لي زيتيديون كما نقولوا حنا لي زيتيديون ساس كاس من مونريال محبله وليد باب الواد مع تيزامي تاوعو العزاز، وربي يحفظكم وربي يخليكم لينا ان شاء الله. ايا عامكم جديد ان شاء الله، كل عام ان شاء الله.